بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدي قنوات الإمام الحسين الفضائية عليه السلام أينما كنتم. نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طريق الشوق، نقدمها لكم من مكتب لبنان. في هذه الحلقة سنسلط الضوء من جديد على الزوار اللبنانيون الذين قصدوا ووفقوا هذا العام لزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة. ضيفي الأول في هذه الحلقة الشاب علي عكوش، وهو من الزوار اللبنانيين الذين جهدوا على مدى 9 أعوام أن لا يتركوا زيارة الأربعين. في هذا العام وفق بعد جهد وتعب كبير أن يصل إلى مدينة كربلاء. كان له تجربة خاصة جدا في الزيارة. هذا العام لم يذهب مع الحملات ولم يكن مع فريق، كان وحده، ووصل إلى كربلاء المقدسة ليلة الأربعينية. هذه التجربة الجميلة وما تعرض له بعد عودته من كربلاء سيحدثنا بها. نشاهد المقابلة ثم نعود إليكم. أول شيء سألني بالنسبة للشعور، شعور هالسنة كان غير كل السنين. أنا الحمد لله هيدي 8 سنة بروح فيها على زيارة، كان كل سنة له شعور خاص، إلا هيدي السنة كان شعور خاص عن كل الزيارات اللي روحتها. هيدي السنة نحن كل سنة كنا نروح فيها كنا نقدم المصاري والباسبور لرأس الحملة أو للوفد اللي نروح معه، هو بيشتغل على قصة الفيزا، قصة التيكت، وكنت كل شيء مأمن إنه أكيد رايحين على زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يعني الشعور إنه خلص رايحين على زيارة الإمام الحسين. أما هيدي السنة كانوا ما بدهمش يعطوا فيز، فضلينا متوترين بين ما نروح على زيارة ما بدناش نروح على زيارة. كيف في قصة الدولار في كذا كان عائق وقف قدامنا. فالحمد لله وصلنا عند الإمام الحسين، يعني وقفت قدام القبة كأني أول سنة بيجي، يعني أنا كل سنة عادي وصلت عند الإمام الحسين عارف حالي رح أوصل. هيدي السنة لا، مش عارف حالي رح أوصل، بس وصلت اطلعت بين الحرمين قلت عن جد إنه أنا هون هيدي السنة، إنه يعني كنتش عم بتخيل إنه أوصل. كان مثلا حدا يسألني بدك تروح على زيارة بنقول إن شاء الله اتكال على الله، بس بيني وبين حالي كنت أقول إنه يعني يمكن ما يفتحوا المطار هالشغلات يمكن ما نوصل. فالحمد لله الحمد لله إنه الله وفقنا وزرنا سيد الشهداء عليه السلام على أيام المتوكل العباسي والإمام الهادي عليه السلام. اجوا الزوار عم يشكوا اجوا للعالم عم يشكوا للامام امام الهادي، قالوا له انه المتوكل العباسي عم بيفرض علينا دراهم كرمال ما نزور الامام الحسين، يعني اذا ما نجي على زياره ما ندفع دراهم لفوقنا واللي تحتنا، فشو بدنا نعمل؟ قال لهم لا تتركوا زياره الامام الحسين عليه السلام. فهذا الوباء اكيد مش رح نتركه كرمال وباء صغير. حتى المتوكل العباسي بس عمل هذا المشروع صارت العالم شو ما عندها دراهم شو عندها مال تقدمهم لتروح على الزياره، فراح هذا المشروع للفشل. فرجع طلع المتوكل العباسي قال انه كل واحد بده يفوت بده يقطع له ايده اليمين، كمان العالم بلش تيجي على الزياره ويقدموا ايديهم يقطعوا لهم ايديهم كمان يزوروا سيد الشهداء عليه السلام. كمان هذا المشروع راح للفشل. فكمان طلع المتوكل العباسي انه ما في شيء، ما في قدره عم توقف هذا الشيء، فقال انه بنروح لقطع الارواح. فقال انه كل 10 أشخاص بيجوا على الزياره ما نقتل واحد منهم، نحطه ونقطع له راسه. فصاروا العالم كمان يتسارعوا، كل 10 يجوا صاروا يتسارعوا من بده يقدم حاله فداء لهود الزوار ليزوروا ابا عبد الله الحسين عليه السلام. كمان صاروا يعني مثل يتخانقوا من بده يقدم حاله ليفوتوا 9 الباقيين يزوروا. كمان طلع المتوكل العباسي انه كمان هذا المشروع رح للفشل، فقال شيء بالانسان مش رح نقدر نخلص، فلازم نمحي هذا الاثر وما عادش يجوا يزوروا الامام الحسين، ما عادش في شيء يعبر انه هون في ضريح الامام الحسين عليه السلام. فعمل صلت نهر الفرات على المقام، حتى اجى نهر الفرات صار يطوف حول المقام، حتى عمل بالحائر، سمي بالحائر الحسيني الموجود حد الموجود الان بكربلاء، يعني بيروح على زياره اكيد بيعرفوا اسمه الحائر الحسيني. فايش المي صارت تطوف حول المقام وما قربت على المقام وما هدمته. فهذه قدره الله ومعزة الإمام الحسين وأهل البيت عند الله، فهي اللي عملت هالشيء. يعني أكيد وباء مش رح يجي يفصلنا عن هذه الزيارة، ومنتحدى نحن أي شخص، هي الحمد لله كلنا جينا من الزيارة وما حدا منصاب أي شيء. أجمل شيء حسيته بهذه الزيارة هذه السنة أنه العجقة اللي كانت، يعني الناس يقولوا لك مثلا يتصلوا فينا من لبنان يقولوا لنا شو في فيش عجقة هذه السنة، أنا جاوبهم بجواب وأكيد يمكن الأكثرية جاوب بهذا الجواب، إنه طريق المشاية وخاصة بين المقامين بين الحرمين الشريفين بيقولوا إنه رح تمشوا بريحتكم وتزوروا بريحتكم وهالتفاصيل. كربلاء خصوصا حد الحرمين قد ما تحط فيها عالم بتحس أنفه وتنطوي فيهم الأرض، يعني هذيك السنة يمكن رغم من وجود الإيرانية وكل البلاد كل الدول، هذه السنة كان كمان كنا مشاهدين عدد قليل للإيرانيين يمكن ما عطوهم ما سمحوا لهم يجوا على الزيارة، هو أكبر عدد عم بيكون الإيرانية هذيك السنة وعم يضلوا في عالم
كل زيارة عم تتزايد. هيدي السنة رغم من المنع اللي صار وحتى من لبنان حطوا رام 1500 فيزا، 1500 شخص طلع، كمان ضلوا في عالم. فالمقصد من هذا الحكي انه عند الامام الحسن قد ما تحط في عالم قد ما تحط عالم الارض بتنطوي لهم وبتساع وبتضلها تحسها عجقة، وان شاء الله هيدي الزيارة ما بتنقطع ابدا، والله يرزقنا هي بالدنيا وشفاعتهم في الاخر. رغم الأزمة الاقتصادية اللي مرت لبنان، قلت لك أول حديث إنه رغم الأزمة والعالم صارت يعني إذا تشوف السفارة اللبنانية وقت قبل ما يفتحوا المطار العالم كل يوم تحت 24 تحت عم ينتروها لتفتحوا وضلوا تحت إنه لا ياخذوا فيزا، رغم الأزمة اللي عم بتصير بالدولار وكورونا وكل العوائق اللي عم بتصير، العالم ضلت مصرة وضلت تروح كمان تقدم وتروح على زيارة الإمام الحسين. يعني قد ما كلفت العالم ما اهتمت للدولار، ما اهتمت لأنه الدولار عندنا بلبنان طلع أو شيء، ما اهتمت لهذا الشيء، هما بس لزيارة الإمام الحسين. وأنا مراتها كمان على أيام المتوكل العباسي فرض أحكام، فرض دراهم وضلت العالم تزور. فشو هلا بده يختلف الدراهم عن الدولار اللي هلا؟ يعني قد ما يطلع الدولار زيارة الإمام الحسين ما بتتوقف إن شاء الله. قبل أن ننتقل إلى الضيف الثاني، كان لعلي قصيدة خاصة بين الحرمين نشاهدها أيضا، ثم ننتقل إلى ضيفنا الجديد. إني خلقت لأجل حبك سيدي، وسواك لا أريد بديلا، وأنا الذي في بطن أمي حرقة، كم كنت أسمع وطمة وعويلا، وأنا الذي لما خطوت مشيت في ذكرى عزائك باكيا مذهولا، وأنا الذي عصبت رأسي شامخا فبقيت فوق الرأس أنت خليلا، وأنا الذي راحات كفي بدلت رايات حزنك جيلا قاد جيلا، وأنا الذي لما الصبا قد جاءني قد صرت لي في الأمسيات دليلا، وأنا الذي لما الشباب أعزني أدركت أنك في الحياة قتيلا، وعرفت أنك في الشهادة خالد يا أصل من ما بدلوا تبديلا، وجعلت أسعى كي أعيش كخادم كي لا أعيش متأطئا وذليلا، وأشيب يا من للمشيب بمؤنس، وأظل أسعى في العزاء نحيلا، هذه حياتي أيا حسين بحبكم أفنيتها وما صنعت قليلا، إني خلقت لأجل حبك سيدي وسواك لا أريد بديلا. قصيدة جميلة جدا للشاب علي عكوش. الضيفة الثانية الحاجة آمنة مكي، وهي من الزائرات اللواتي وفقنا هذا العام للوصول إلى مدينة كربلاء. عادة وفي كل سنة الحاجة أمنة تزور مدينة كربلاء مع حملة من السيدات والأخوات، وكنا قد أقمنا موكبا على مقربة من مرقد بالفضل العباسي عليه السلام. الحاجة أمنة تحدثت لقناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية عن تجربتها هذه السنة مع الزيارة وكيف وفقت لها، إضافة إلى أن كورونا أو غيرها لم تمنع الملايين من الوصول إلى الأربعينية. تفاصيل أكثر في هذا اللقاء مع الحاجة آمنة مكي، نشاهد ثم نعود إليكم. هذه السنة لم نكن موعودين بزيارة الأربعين، ولا أحد مني أو من الأخوات أبدا، ولكن شاء الله وقدر قبل أن تفتح السفارة العراقية وقبل أن يصدر قرار أنه سمح لعدد معين من اللبنانيين لزيارة الإمام الحسين، الله سبحانه وتعالى اختارني من الزائرات. فكان ممنوع نروح إلا ليكون أكيد بتعرف من النتيجة يكون نيجاتيف، فتركتها لله سبحانه وتعالى، وأنا على يقين إن شاء الله أن الإمام الحسين إذا أرادني زائرة فحتما بدي يكون عند الإمام سلام الله عليه لو تسكرت كل الدنيا. فتاني يوم الصبح كنت ببيروت على 7 بمخبر أو مختبر بالأحرى على الجناح، 7 كانت موجودة، عملنا الفحص، وحدة طلع وحدة ونص كنت بالمطار، 4 كانت الطيارة. فكان تسديد إلهي الحمد لله وتوفيق من رب العالمين ببركة سيد الشهداء عليه السلام.
والله بالنسبة لكيف شفت يعني زيارة بدون زوار الأجانب، صار معي موقف أنا وراحة بالطريق في موكب إيراني عم يضيفوا حليب، فأنا عندي اللكنة الإيرانية يعني أعرف أتكلم قليلا بالبلد يعني بلدي فارسي، فقلت له لطفان ياكلي فانشير، حدا من الإخوة العراقيين شو بيقول له هيدي أول إيرانية، قلت له لا أنا لبنانية، فقال ليش عم تحكي إيراني، قلت له شفت الموكب إيراني وقلت بدي أخذ حليب يعني. كان يعني العدد عدد الزائرين كمان كبير، منه هين منه هين يعني، يعني ما اختلف علي أنا لما كنت بالمضافة الناس اللي عم شوفها والمواكب كما كان لما الزوار العاديين من مختلف أنحاء العالم. أنا رأيت يعني على الأرض جنون عابس صراحة، وأنا وحدي منهم يعني، وصلت على شباك الإمام سلام الله عليه وأنا دخلت حتى الكمامة، أنه قلت سيدي أبا عبد الله أنه هل يعقل أنه أنا أوقف أقبل الشباك أو الضريح بالكمامة، فنزعته وقبلت الشباك قبلت الضريح قبلت الأرض، صليت على الأرض دون سجدة على الرخام وقلت فدوى لك يا أبا عبد الله الحسين. ما في شيء بيوقف زيارة الإمام، وأنت بتعرف على زمن العباسيين كانوا يقطعوا الرؤوس، فهلأ مرض عادي يعني فليكن يعني فداء للإمام الحسين سلام الله عليه، إذا كان أنه المرض يعدي ويميت، ولكن الإمام الحسين سلام الله عليه التي تربته شفاء لكل داء، فهيدا بالعكس هيدا شفاء، زيارة الإمام الحسين شفاء لكل الناس اللي عم تقول أنه رحتوا واختلطتوا جبتوا لنا الوباء، رحتوا على بلد موبوء، وكتير حكيوا كتير حكيوا على الزوار لما رجعوا، خاصة على رحلة 12 الشهر اللي نزلت من أو اللي وصلت من النجف، ورحلة 11 الشهر في أخوات كانوا على ضمن الرحلة اللي كنت عليها وأخوة أصيبوا بفيروس كورونا، ولكن ما بين عليهم ولا عارض من العوارض اللي هي للكورونا يعني، لا تعطيس لا قريب لا سعلي لا حرارة أبدا. حتى إحدى الأخوات قالت لي وكلوا محامي قال بدنا نرفع دعوة على المختبر اللي قال انه انتو او اللي اصدر قرار او اللي عطى امضاء انه انتو عندكم النتيجة طلعت ايجابية. نحن اول سنة من 4 سنوات يعني كنا اول موكب نسوي في كربلاء، حتى الاخوات العراقيات لما كانوا يدخلوا على داخل المضافة يقولولنا انه مين عطاكم الاذن وكيف جيتوا تخدموا هون، أنا لهم هيدا يعني توفيق صار يعني من باب الصدفة وجينا وخدمنا هون، فكان يعني أنه من باب نحن منقولها بين هلالين باللغة اللبنانية أنه عيب أنه المرأة تطلع على وجوه الرجال، فكانوا حاطلنا ستار يعني حتى بعض الأحيان يعني نقول لهم ما عاش فينا فتوسنا يعني شيلوا هالستار. فتسرب الخبر سنة بعد سنة، تاني سنة شفنا مظاهر للأخوات العراقيات يساعدنا ببعض المواكب بكرملة. وكما نعلم أن جمهورية العراق والسلطات العراقية لم تمنح تأشيرة الدخول إلى الأجانب لأداء مراسم الأربعين، اكتفت فقط بالعراقيين وبعض الأجانب. للبنان كان له حصة خاصة من التأشيرات، منحت السلطات العراقية أكثر من 1500 تأشيرة فيزا للبنانيين. الشاب أحمد حمود من هؤلاء الأشخاص الذين وفقوا للزيارة، وكان له تجربة خاصة أيضا مع الزيارة هذا العام بغياب يعني الكثير من الحملات اللبنانية، وأيضا ما تعرض له بعد عودته من زيارة الأربعين. في لبنان شنت حملة كبيرة جدا على الزوار وتصدوا لها، لأنهم معظمهم وصلوا سالمين إلى لبنان هذا العام، وأن عدد كبير منهم لم يصب بفيروس كورونا كما أشاعت الكثير من الوكالات والأخبار. نشاهد اللقاء ثم نعود. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين.
انطلاقا يعني عنوان الشيعة من قول الإمام العسكري علامات المؤمن خمسة، إحدى الخمسة هي زيارة الأربعين، وانطلاقا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام بيكون عم يحكي لأهل البيت بيقول لها سيدة الزهراء لا تخافي يا فاطمة سيخلق الله له شيعة يندبونه ويبكونه ويكرمون له العزاء لآخر الزمان. فالإمام علي كل واحد بيجازي شيء، الزهراء الرسول اللهم صل على محمد وعلى محمد، يوصل دور الحسن المجتبى عليه السلام، يوصل دور للإمام الحسين. الإمام الحسين بيقول أما أنا فأحضرهم في مواقع ثلاث، أنا أحضرهم ساعة الموت عند الاحتضار وعند تطاير الصحف. يعني تخيل أنت الإمام الحسين بهول الموقف والحساب يجي يزورك ويكون واقف حدك. من هون اللي انطلقت زيارة الإمام الحسين عنا واجبة نحن يعني بنعتبرها سنة. فكان في تحدي كبير بالنسبة لهذه القصة قبل بشهر من زيارة الأربعين، وبظل جائحة كورونا كنا خايفين كتير إنه ما نقدر نزور، لحد ما بيجيني اتصال صراحة من جهة معينة بيقول لي بدك تروح على الأربعين. فساعتها هون بدم عيوني صراحة يعني وبصير أبكي، قلت له ليش أنا؟ من هذا الموقف صار عندي تحدي اني انا اروح زور، فعطيته الباسبور وعطيت كذا جهه، وصار عندي تحدي اني انا بدي زور، مثل حسيت انه اجاني نداء من الامام الحسين انه لازم زور. اكيد بظل جائحه كورونا بدك تعمل كل سبل الوقايه اللي هي التباعد، عدم التسليم، الكمامه، من لما انطلقت لما وصلت. هون استغربت انا، نحن حاطين كمامه وكل العالم بتفوت وبتروح وبتجي ما حدا حاطط كمامة، يعني تحس حالك انت غلط بظل هالشيء. بس هيدا يمكن شيء من كرامة للإمام الحسين والمقدسات وزيارة أهل البيت، بتلاقي كل العالم يعني مش حاطط كمامة وانت حاطط كمامة وعم تعمل تباعد وكذا وهيك. في صعوبة، في تحدي، يمكن يصيبك الوباء يمكن لا، التوكل على الله وأحب الإمام الحسين. العدد إنك أنت تكون من الألف وخمسة اللي حددوهم للبنان، هذا الله خصك بهذه الكرامة، منك أفضل من غيرك، انتبه للموضوع والعياذ بالله، بس الله خصصك بهذه الكرامة إنك بظل جائحة كورونا تقدر تروح تزور وتتحدى الصعاب، وغير آبه إذا انصبت لهالمرض أو ما انصبت. رح أقول لك مثل قال السيدة زينب عليه السلام، قالت ليزيد الطاغية لعنه الله، كب كيدك يا يزيد وسع سعيك، فوالله لا ناهية لا تمحو ذكرنا. مش جائحة كورونا اللي بدها تخلينا ننظر الإمام الحسين، مش جائحة كورونا، لا أبدا. ثبات على الصراط اللي هو ولاية محمد وآل محمد، بده كتير شغل، بده كتير عمل دؤوب، بده مواظبة. حب الحسين شيء مش طبيعي، يعني الحسين رحمة للعالمين، مثل بمجالس العزاء عطول السلام عليك يا رحمة الله الواسعة. صح، الإمام حسين رحمة عليه الصلاة والسلام. الآن سأقدم لكم نموذجا من نماذج الزوار الذين وفقوا لأول مرة للزيارة. الشاب علي فرحات من مدينة الغازية أول مرة يزور فيها العراق ومدينة كربلاء، وبعد عودته أصيب بفيروس كورونا، التقينا به عبر الهاتف في الحجر الصحي وتحدث لنا عن تجربته الأولى في الزيارة وأن كورونا لم تمنعه من الوصول إلى كربلاء. كلامه رغم صغر سنه كلام واعي وجميل جدا يستحق المشاهدة. سنشاهد هذا اللقاء الذي أجريناه معه عبر الهاتف وهو في الحجر الصحي، ولاحقا تعافى من فيروس كورونا وحدثنا عن تفاصيل جميلة جدا. نشاهد ثم نعود. تجربتي هذه السنة بزيارة الأربعين، خصوصا أول سنة أنا بطلع على الزيارة، تجربة ما في مثلها، صدقا تجربة ما في مثلها أو شعور ما في مثله، خصوصا لزائر أول سنة بيطلع على زيارة الأربعين رغم هذا الوباء ورغم كل شيء اللي عم يصير. شعور من هون ببلش من لبنان، الشعور من هون ببلش من لبنان، بس تعرف إنك طالع على الزيارة هذا شعور خاص. كيف بس واحد يوصل على كربلاء، بس الواحد يبلش مشي من عمود رقم واحد، يبلش حامل هيدي الراية وماشي فيها، هيدا اللي عم يجي يقله تفضل مايا زاير، هلا بالزاير، هلا شاي ابو علي، هيدي هون هيدي هون حسرة بقلبك،
هون شعور عن جد شعور ما في مثله شعور. تصور أنا واصل برغم هذا التعب كله وصل عند وقف عند قبة سيد الشهداء، بقعد بتطلع فيها لحالة بوعي رح تنزل، لحاله التعب رح يروح، لحاله تعب الجسم كله رح ينتهي بمجرد ما أنا أشوف القبة. حسرة وان إنه أنت بس بدك تيجي تودع سيد الشهداء أو بس تودع أبو الفضل، رغم هذه المسافة كلها اللي قطعتها ورغم هذه السنين الطويلة كلها اللي كنت عم تنتظر تيجي تزور سيد الشهداء هون، يعني فعلا شعور كتير غريب، شعور كتير غريب بيراودني أو بيراود أكيد الزوار، شعور كتير حسرة إنه بعض رفيقك كان عم يقلك أنا بعد مش مصدق إنه أنا هون وصلت، أنت حالك بعدك أحيانا مر بأمور بعدك مش مصدق إنك بعدك وصلت، بعدك جيت تصير سيد الشهداء، لأنه رغم هذا البلاء اللي اجتاح العالم الكورونا واللي منع كتير زوار تطلع، أنت من 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 نسبة الزوار القليلة اللي طلعوا بخصوص وباء كورونا. وباء كورونا ما بيمنعنا نطلع نزور سيد الشهداء أو أي وباء، لو إن شاء الله هذا الوباء يمكن يجي هنا أصعب من هذا وباء كورونا. وباء كورونا يلا طيب، وأنا يعني أقول أي زير نصاب، أنا نصبت أي زير نصاب لازم الحمد لله إنه نصبنا احسن صرنا نصاب بمطرح افسر وان بلبنان او افسر وان، صبنا ان احنا زوار صبنا هذا الوباء قرار ما يمنعنا نزور سيد الشهداء مستحيل. شو عوارضه؟ ممكن واحد يقعد كم يوم تعبان كتير عادية فيد هيدي الزيارة، ممكن يقعد بس يجي حجر 14 يوم، هذه مسابة قصر لزير الأبو عبد الله، هذه مسابة قصر إلي فترة الحجر 14 يوم. شكرا لك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، شكرا لك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، ممنونك سيدي. هلا اللي عم يهاجموا زوار سيد الشهداء وعم يهتكون كأنه الزوار عاملين ذنب ما بعرف شيء، وهنيئا للزوار وهنيئا لكل شخص انصاب. قال الرسول صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه: ولكن حسالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها، فهؤلاء شرار أمتي لن تنالهم شفاعتي ولن يستسقون من حوضي. يا كربلاء عباس طاح قرايتنا ويلاه يا كربلاء تحول يمينه ويسرتنا ويلاه يا كربلاء عمد صادم هامتنا ويلاه يا كربلاء ما يدري فين السلسلة ويلاه يا كربلاء ما يدري فين السلسلة ويلاه يا كربلاء حسين عاري عالثرى ويلاه يا كربلاء حسين عاري عالثرى ويلاه يا كربلاء بالسيف قطعة وعليك يا حسين صلى الله على الخد التريمي صلى الله على الشيخ الخضيبي صلى الله على الجسم السليمي صلى الله عليك يا حبيبي صلى الله عليك يا حسين 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 على ما يبدو أننا مع الزائر علي فرحات قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج طريق الشوق. الحلقات السابقة تحدثنا فيها عن الزوار اللبنانيون الذين حرموا من الزيارة، الحلقة الثانية تحدثنا عن طريق المشاية إلى مدينة بعلبك واللبنانيون الذين حرموا من زيارة كربلاء وصلوا إلى مقام السيدة خولة، وفي هذه الحلقة تحدثنا عن تجارب الذين وفقوا للزيارة هذه السنة إلى مدينة كربلاء، ونسأل الله أن يوفق من لم يتمكن من الزيارة في العام القادم أن يصل إلى مدينة كربلاء. أستودعكم الله.